هايل. نفس السؤال، رايك في الاربع سنين، رايك في روي فيتوريا، وضيف عليهم كمان الجمله اللي بتتقال دلوقتي انه راجل ما دربش منتخبات، فممكن ده يبقى مشكله معاه في منتخبه. مش خلي بالك المدرب مش قصه منتخباته وانديه، المدرب هو المدرب، هو مدير فني، هو مدير فني. ده ماتش كوره 90 دقيقه وده ماتش كوره 90 دقيقه. هيتقال لك الاجواء افريقيا غير اجواء اوروبا، غير ما كل مدربين اللي اشتغلت في افريقيا بعد كده ما اشتغل، يعني اشتغلت في اوروبا بتاخد تجربه جديده في افريقيا، زي اللي برده بيشتغل في اوروبا بيروح دوري زي ما انت تقول دوري سعودي، اجواء مختلفه وكل حاجه. المدربين دي بتبقى عندها خبرات في كل حاجه كريم. يعني خلي بالك المدرب ده قبل ما يجي هيبقى سائل انت بتدرب منتخب ايه، بتدرب في اجواء عامله ازاي، يعني الراجل بيبقى واخد كل الفيدباك زي ما بيقولوا عن التجربه اللي هو هياخدها. اولا الاختيار اختيار موفق، وقيمه منتخب مصر قيمه كبيره، صح؟ فلازم يبقى مدير فني لمنتخب مصر كبير على قد الاسم المنتخب اللي انت هتمسكه. مظبوط. اللي عجبني في القصه دي كلها اللي زي ما قلنا مشكله منتخب مصر الفتره اللي فاتت اللي ما عندكش مشروع طويل الاجل. طويل الاجل اللي هو زي انت بتبني جيل جديد، بتعمل خطه اربع سنين زي ما قلت لك كريم الحلقه اللي فاتت لما كنت معاك. بص على تجربه السنغال، سبع سنين اليو سي سي، جمال بالماضي اربع خمس سنين مع فيها اخفاقات وفيها كسب افريقيا، اليو سي خسر برده وكسب افريقيا وصعد كاس عالم. مشروع طويل، احنا عندنا في مصر للاسف ما عندناش المفهوم بتاع المشروع طويل الاجل، انت بتمشي ورا تعليقات وسوشيال ميديا وبرامج والقصه دي. كسبت انت مدرب كبير، خسرت انت مدرب سيء. بالظبط، انت خسرت كيروش، انا زي انا برده انت خسرته، لكن انت النهارده لازم نتعلم من التجارب اللي فاتت دي. النهارده لا، انت تجربه جديده. انت النهارده مش قبل ما الراجل يعني قبل بسم الله الرحمن الرحيم قبل ما يبدا بدا اصل المبلغ كبير، اصل الفسخ كبير، اصل الشرط الجزائي مش عارف طب ما انت ما تجيب مدرب، المدرب بقيمته في قيمته التسويقيه. أيوة. انت ما بتجيب مدرب اسم كبير مش هيجي ياخد مثلا زي ما بياخد مع مدرب ما عندوش سي في او هي دي الكوره، هي دي زي لا. انا اسف يعني هتروح تشتري تليفون تسترخص هيبوظ منك بعد يومين، هشيل تليفون بسعر كويس. بالظبط، انا اسف في لا بالظبط بالظبط في المثال بس صح. صح يعني فاهم ببساطه يعني. بالظبط، لكن زي ما كابتن عبد الجليل قال نتمنى الصفحه اللي فاتت دي من تغييرات مدربين كتير ومن نقد غير بناء ومن نقد، واي مدرب معرض يكسب يخسر، ده معرض، لكن انت لازم تسيب الراجل يشتغل، لازم المسؤولين يجو ويقووا قلبهم. مش همشي ورا النهارده نقد او تعليقات او كذا، لا انت النهارده خلاص انا اخترت، اختاري ممكن يبقى فيه صواب وممكن يبقى خطا، لكن انت في الاول والاخر انت بتاخد القرارات. لا هو انت اخترت، انت عملت يعني اخترت صح. بالظبط، مفيش خلاف على ده، احنا مش هنختلف كلنا عن اختيار فيتوريا اختيار صح. يوفق بقى او لم يوفق دي بتاعت ربنا، الكوره فيها توفيق، لا الكوره فيها توفيق وعدم توفيق، لكن هي القصه كلها مش قبل ما الراجل يبدا هنبدا بقى نبص هو بياخد كام وعقده كام، لا انت برده جايب واحد يمسك منتخب مصر، منتخب مصر اكتر فرقه خارج افريقيا. كابتن حسن شحاته كان ماسك بالظبط. انت يعني انت ما كانش حد اكثر يعني متفائل، كان اخر هيجيبوا مدرب اجنبي بعديه. مظبوط، ربنا كرمه وبقى هي دي، فنسيب نسيب صحيح، مره نوفق ومره ننجح، فلازم ان شاء الله. صحيح، بس انا بحيي الكابتن حازم طبعا طبعا على المجهود طبعا اللي هو عمله، في نفس الوقت انت خدت وقتك. مشكله الكابتن ايهاب جلال اللي انت ما خدتش وقتك، انت على طول اعلنت الكابتن ايهاب من غير حتى ما تشرح للناس انا جبته ليه وخططه ايه او تصوره ايه. فدي اللي كانت عامله ازمه من اول قبل ما الكابتن ايهاب يجي، لكن انت النهارده خدت وقتك في الاختيارات، جبت راجل سي في محترم، راجل اشتغل في روسيا مع سيسكا موسكو، مع سبارتاك موسكو، اشتغل في النصر السعودي. صح. والنصر السعودي زي ما انت قلت يا كريم في كلمتك الهلال هناك بياكل اليابس زي ما بيقولوا. لا، كان هو رايح في نص الموسم والهلال كان فارق بست نقط، وكان خيسوس كمان اللي بيدرب الهلال. الهلال بالظبط، مدرب كبير ومسك فنربخشة دلوقتي ومسك في، ما انا بقول فهو راجل مصنف. يعني انت بتتكلم في البرتغال في فيريرا، في مورينهو، في فيتوريا، في مدربين، ده تصنيف اول، مدرب تصنيف اول. وحاجه كويسه بقى اللي في القصه دي كلها، اللي انت عندك الزمالك مدرسه برتغاليه، الاهلي مدرسه برتغاليه، منتخب مصر الاول مدرسه برتغاليه، اتمنى المنتخب الاولمبي يبقى برده مدرسه برتغاليه، عشان زي ما قلت لك هتلاقي السيستم او طريقه الشغل متقاربه، ففي الاخر تاخد زي ما بيقولوا منتج كويس. صح، هقول للكابتن محمد عبد الجليل معلومه ممكن ما يبقاش عارفها، انا اعتقد انت عارفها ونقولها برده للساده المشاهدين. ايه رايك في بيب جوارديولا؟ كان يجي منتخب مصر؟ لا، ايه رايك في بيب جوارديولا كمدرب؟ لا مدرب كبير، اعظم مدرب في العالم. من اقول لك انا اكملها لك؟ شكر جدا في روي فيتوريا بيب جوارديولا في كتابه، كتاب بيب جوارديولا شكر في روي فيتوريا، قال لك من افضل المدربين اللي لعبته قدامهم لما كان بيدرب بايرن ميونخ بيب جوارديولا، لعبه في 2016، لعب بنفيكا في 2016، قال لك مدرب بيعرف يدافع كويس جدا ومش فريق دفاعي،
يعني يعرف يقفل على مفاتيح اللعب بس ما ادكش انطباع اللي هو دفاعي. ما ادكش ان هو طبعا دفاعي اشاد بيه جدا وقال ان هو بص الناس دي ما بتجاملش في كلامها طبعا. فجارديولا لما يكتب كده في كتابه لا ممكن اجيب لك وانا ماشي بسلم عليك وانت احنا جايين في الكتاب يعني اقول لك انت ما وثقهاش. لا طبعا فطبعا دي حاجه محترمه. اتمنى التوفيق، اتمنى المسانده بس التوفيق ده بتاع ربنا 100%.